بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله أجمعين. نرحب بكم جميعا حقيقة، ونشكر أبو علي استضافنا بالمخيم. الله يعطيك العافية، حتى تدشين المخيم عن طريقنا يعني. فإن شاء الله في أبو علي يقول في نسبة من الأرباح إن شاء الله. ونشكر جميع من شرفونا حقيقة. ايضا اسمحوا لي اني اشكر كل من دعم الفريق الاولمبي، وخاصه بالدعم الجديد والمكافاه. نشكر فيصل الجمعان جزاه الله خير، دعمنا حقيقه، الله يعطيك العافيه، نشكر شكرا جزيلا. انا ايضا عندنا عبد الرحمن ربيش، نشكره حقيقه، ساهم معنا بالمكافاه. ابو عبد الله التويجري دائما الله يجزاه خير، شباب في الدعم لنا. ايضا بمنصور الغفيص ايضا نشكره، الله يعطيه العافيه. وان شاء الله باذن الله تعالى من ابداع الى ابداع فريق الاولمبي. الشباب ان شاء الله موعدين ان شاء الله ما نقول بالثلاث نقاط، ان شاء الله بالابداع بكل المباريات القادمه ان شاء الله. وما نطول عليكم، ادري ان الدعوه اسعدونا بدون ترتيب بالنسبه لترجع مكافات احلى كذا فهد ولا لا؟ طبعا فهد ايضا موعدنا ان شاء الله موال جميل هو طارق باذن الله. بعد المكافاه احنا قلنا بعد المكافاه، لا لا حقك الاثنين ذولا تسلمهم خلاص. لا بس ابو علي، ابو علي ربما تكون داعم له، بنجربها فهد صح لما استلمها. يا سلام، خلاص كويس، خلونا نبدا مع فهد الشريف. فهد الشريف تفضل. فهد تفضل. فهد يعطيك العافية، تفضل معنا بدون ترتيب طبعا. دكتور دكتور أنا المصري مبروك. طيب الحين تفضل فيصل. فيصل تفضل تفضل تفضل. هلا ابو فيصل، تفضل كابتن. تصويره مع ابو فيصل. الله يخليك. عبد العزيز سيد مبروك مبروك. ماهر خالد ياسر 70%. ابراهيم مبارك كنترول باس. رديت وليد خرب الدنيا حق مقسومه ما شاء الله. بس دقيقه كلمه حق وليد، صراحة تغير كبير صراحة. فترة راحت احنا وعدناه ان شاء الله، وانا قلت له اذا تغيرت امور كثير مكافك تكملت عندي، وان شاء الله الفترة الجاية باذن الله اذا استمر باذن الله تعالى يستاهل. طارق هذا يستحق. ها ما يجيش هذا ما شاء الله، ما يصير كذا ما شاء الله، ما مات تسليم ما شاء الله تبارك الله. فارس فارس نحن من العشية مستعد للعشية. كتبت سمان هذيك قطعه على شفت شلون هو يستاهل. هو بعد الوضع هي فارس اتمنى العشية. فهد الظهيري اسمع المويه الحين، اسمع
لا يستاهل عشان ما يحس عملية ضغط متعب كعب بالمفتاح طريق النيس مرور مرور مسكين المرور عبد الله ضايع تحت عاد 14 بس اجيكم يا بادي 5 شهور لازم يشرب قنزبيل بيسجل مباراة هذه ان شاء الله هكا ولا عبد الله غلط يا ناس ارفع كيف انا وياه ارفع الله انزل اوكي سي هذه انا وياه عن اتفاقيه ما قصرت باقي ايضا مكافاه سليمان طالع بالملعب العنزي عطني اياه سليمان العنزي بخلف خلف خلف لكن بسكم جميعا نشكر كل من ساهم والله يعطيكم العافيه وان شاء الله باذن الله تكرر كثير ان شاء الله باذن الله تعالى